إذا بتتذكروا المرة الماضية بدينا بالتانك أند فالف. وهذا رح نعمل له كنترول بالفازي، رح نعمل له كنترول بالبي آي دي، ورح نقارن الاثنين. هاي هي أحد الأهداف. إذا رح نعمل له فازي كنترول، رح نعمل له PID control. هذا مثال أنا جبته من الماتلاب، من نفس الماتلاب، بس راح أشرحه بالتفصيل. عندنا تانك، لاحظوا هذا التانك له قاعدة إيه؟ فإيه وحدتها A سكوير مترز، له ارتفاع، وبالحالة هاي مثلاً ارتفاع تبعه من 2 متر ل 0 متر، يعني او ارتفاع المي بداخله، بس هو بيقدر ياخذ لحد 2 متر. احنا مركبين عليه او مركب عليه هو سويتش، والسويتش هون راح نحط عند النقطة هاي. هلا احنا بهذا الاكزامبل مش مستعملينه، بس ممكن السويتش في حالات معينة نستعمله حتى يعطيني الارم او يعطيني سويتشنج اوف او شيء. فهذا السويتش موجود هون على ارتفاع 2 متر، إذا وصل وصار في اوفر فلو. هلا هون السؤال، إذا هذا التانك انتلى ايش راح يصير؟ إذا وصل مي وعبيته لا وصل 2 متر وحطيت كمان مي بعدين أو سائل، إيش رح يصير؟ إتو الأوفر فلو. إذا الماكسيمم فاليو ماكسيمم لارتفاع التانك هون ما ممكن يزيد عن 2 متر، أوكي؟ طيب، هل ممكن ارتفاع المي يصير في زيرو؟ أقل من زيرو عفوا؟ لا، زيرو أقل شيء. إذا هون رح نستعمل فانكشن يمكن أنتم ما استعملتوها قبل هيك، اللي هي بنسميها الساتوريشن. يعني حتى احنا لو بحسابات حاسبين انه الليفل لازم يصير مثلا 2.1، يعني الحسابات حسبتها طلع معي انه الليفل هلا للتانك لازم يكون تعبى ل 2.1، بس انا بذكر حالي انه ايش؟ انه هو بيقدرش يوصل اكثر من 2، فشو انا بعمل عمالي كاني؟ بعمل كابينج عليه. وبعدين عملت حساباتي اني سحبت منه مي لسبب معين ونزل، المفروض يكون هلا ناقص 1، يعني في عندي ديفيسيت. انا برجع بذكر نفسي انه هو التانك. اذا هاي الفانكشن مهمه وراح نشوفها كثير، هي الساتوريشن فانكشن. لاحظوا احنا في الموديلنج هذا اللي راح نعمله هون راح نكون واقعيين اكثر من المودلز اللي احنا من اكثر من المودلز اللي كنا نستعملها بالكنترول. شو كنا نستعمل بالكنترول مثلا؟ لما كنتوا تستعملوا فيرست اوردر سيستم، مزبوط؟ الفيرست اوردر سيستم بفترض انه السيستم هذا ممكن يوصل الى ما لا نهايه بلس وما لا نهايه ماينس، مزبوط؟ احنا هون هلا رح ناخذ اشياء واقعيه بترتبط بالسيستم الحقيقي الواقعي من هون. فعندي انا هون ساتوريشن فانكشن، يعني كاني هون بقول اذا الانبوت ليفل اللي انا بدي اياه، كاني فرضت انه الانبوت ليفل بوصل قيمه معينه، انا بذكر نفسي انه الاوتبوت ما بيوصل. فهذا هون راح احطه على الماكسيمم، يعني اتش ماكس واتش من اللي هم بالحاله هاي بيساوي 0 و2. حتى لو انا هون حساباتي بتفرجيني انه ممكن يكون هو تعبى، يعني انا عبيت فيه، افرض هو هذا مثلا مساحه القاعده متر مربع والارتفاع 2 متر، قديش بقدر ياخذ كم مترات مكعبة بقدر ياخذ ماكسيمم؟ 2 متر مكعب، مش هيك؟ لو انا رحت حطيت فيه جبت مي ودرت فيه 2.5 متر مكعب، نظريا الليفل قديش لازم يوصل؟ 2.5، مش هيك؟ بس هو فعليا قديش بوصل؟ 2، لانه النص الزياده وين راح؟ كم. اوكي ماشي، فاهمين الهاي؟ اذا هاي الساتوريشن فانكشن مهمه رح نستعملها اكثر مره. كمان بقدر افكر بالتانك هذا انه انتجريتر، مزبوط؟ لو حطيت فيه مي، لو ضفت له كميه معينه مي او دخلت له كميه من المي معينه من المي، شو راح يعمل فيها؟ راح يضيفها للليفل السابق اللي هو موجود فيه. فاحنا راح نستعمل فانكشن 1 على اس، والواحد على اس هاي بتقول انه الفوليوم اللي كان موجود فيه، اخر فوليوم كان موجود فيه في داخله، مثلا نفرض اخر شيء كان موجود فيه نص متر مكعب. نص متر مكعب. لو عندي اخر شيء كان موجود فيه نص متر مكعب، قديش بكون ارتفاع المي؟ نص. اوكي؟ لو انا ضفت له ضخيت فيه كمان نص متر مكعب، الاوتبوت تبعه ايش بصير؟ الاوتبوت تبع هذا الانتجريتر او ارتفاع التانك ايش صار؟ اذا هو كانه عمال بيشتغل زي انتجريتر، باخذ اخر فاليو كان موجود فيه، ولاحظوا هذا الانتجريتر فيه له على فكره انيشال فاليو. مش كل انتجريتر لازم يكون فيه له انيشال فاليو. ولما بضيف له نص متر الاوتبوت هون رح يطلع
متر، فكل ما بضيف له اشياء معينه، بعدين حتى لو بعدين سكرت المضخه، لو طفيت المضخه من هون، ايش برجع مستوى الليفل المي؟ هل برجع لزيرو؟ لا، بضل على اخر فاليو. اذا ملاحظين التشابه ما بين الانتجريتر والساتوريشن والتانك. اذا هذا هو احد المودلز رح نستعملها للتانك، اللي هو ساتوريتد انتجريتر او انتجريتر وذ ليميتس. انتجريتر وذ ليميتس هم مدموجين هذول الاثنين مع بعض، هم عباره عن انتجريتر وساتوريشن اليمنت. هذا اللي هو التانك. طبعا له انيشال فاليو، انا رح ابدا التانك فاضي، اذا رح اعطي الانيشال فاليو تبع الاوتبوت تبع الانتجريتر ايش رح يكون؟ زيرو. وبعدين رح احط هون هارد ليميتس يعني ساتوريشن ليميتس اللي هم قيمتهم 2 متر، وطبعا هذا هون رح يعطيني الفوليوم، الفوليوم تبع التانك مزبوط؟ هون رح يحط الفوليوم تبع التانك. هلا اذا عندي الفوليوم اللي موجود في التانك، كميه المي الموجوده بالتانك، كيف بلاقي الارتفاع؟ ايش بعمل؟ اذا انا عارف مثلا التانك فيه زي ما حكينا متر واحد مكعب، قديش بكون الارتفاع؟ شو العلاقه بين الارتفاع؟ اذا الفوليوم اللي موجود في التانك V of T مضروب في الاريا، والاريا احنا مفترضينها كونستانت مش هيك؟ عفوا الفوليوم الاريا تبعت التانك مضروبة في ارتفاع المي في التانك، شو بتساوي؟ الفوليوم. ولاحظوا ايه ايش حطيتها؟ ليش ما حطيتها A of T؟ مش متغير كونستانت مش هيك؟ المساحة هي المتغير راح يتغير الفوليوم تبع التانك، ليش وحدتها هذه؟ كيوبيك متر. هون ايش هاي وحدتها؟ والهايت اوكي ماشي. اذا هاي علاقه راح تكون ما بين الفوليوم والهايت، وهذا طبعا كونستانت من هون، فكاني عمالي بضرب في كونستانت. فارتفاع المي في داخل التانك مضروب في القاعده راح يعطيني الفوليوم، فوليوم المي اللي موجوده في التانك. فهذا راح استعمله ك هون راح يعطيني هلا هذا الاوتبوت، هون راح يكون الفوليوم، وبعدين الفوليوم اذا قسمت الفوليوم على الاريا هون ايش راح يعطيني؟ اوكي واضح كيف انه هذا موديل للتانك. الاريا هي قاعده، مساحه القاعده للتانك. الانيشال فاليو تبع الانتجريتر راح يكون هو الانيشال فاليو اللي ببدا فيه من البدايه، راح ابدا انا بزيرو من هون. الليمتس هون هدول راح يكونوا الهارد ليمتس. هلا هون الهارد ليمتس راح يكونوا هم الفول فوليوم تبع التانك والزيرو، فهي راح تكون زيرو وهي راح تكون 2 متر مكعب، ما راح يقدر يوصل اكثر من 2 متر مكعب حتى لو ضخيت فيه زياده. وبعدين بحول عمالي الفوليوم لهايت، وبقدر ارد احول مره ثانيه من هايت لفوليوم بدي انا اضرب بالاريا مش هيك؟ اللي هي بستعمل هاي. واضح هذا؟ انتم ما عمركم عملتوا موديلينج زي هيك، انتم عاده شو كنتوا تعملوا ترانسفير فانكشن لسيستم؟ ايش شكل الترانسفير فانكشن اللي كنتوا تعملوها للسيستمز بالكنترول؟ مثلا هيك مظبوط؟ ايش هذا موديل لايش؟ هذا فيرست اوردر سيستم له تايم كونستانت 5 سكندز مش هيك؟ وستيدي ستيت جين تبعه واحد مظبوط؟ بصير في علاقه بين هذا وهذا، بس انا رح افرجيكم بالفازي انه انا بقدر احط الموديل الاساسي تبع التانك الحقيقي بدون ما ادخل حتى بالاس، ما بنطلعش على الاس، ما بنستعمل اي شيء، بنحط الموديل من الفيرست برنسبلز من المبادئ الاوليه. فاحنا هون هلا بنينا موديل للتانك، هذا هون. طيب هذا ايش راح يكون هون؟ هذا الفلو ان، لا الانيشال كونديشن راح نحطه من هون، اوكي؟ الانيشال فوليوم، يعني اذا بدك هذا سميه في اوف زيرو. بصير احطه هيك، بقدر احطه اكسترنال، في اوف زيرو ايش يعني؟ كمية المي اللي كانت موجودة بالتانك ات تايم زيرو، والفلو ان راح نعبر عنه بكيو، إذا بدنا كابيتال كيو أو سمول كيو، كيو ان اوف تي. وفي عندي كمان راح يكون في كيو اوت اوف تي، ها؟ كمان راح يطلع من التانك. إذا هذا هون خلينا نلخصه، هون نلخص الموديل تبع التانك. الموديل تبع التانك في لي انيشال فاليو، في عندي انيشال فاليو في اوف زيرو، الفوليوم تبعه من زيرو. في عندنا كيو ان اوف تي، ايش وحدة كيو ان اوف تي؟ ايش كيو؟ فلو. تمام، فلو اوف ليكويد. اذا شو راح يكون وحدتها؟ كيوبيك متر بير سكند. تمام، هاي وحدتها كيوبيك متر بير سكند. في عندي هون في عندنا انتجريتر وكمان في هارد ليميتس. الهارد ليميتس بس عشان بتاخذ بعين الاعتبار انه هذا تانك حقيقي، ما بقدر ياخذ نيجاتيف
فوليوم، ما فيش فيه اسمه نيجاتيف فوليوم، وفي له حد معين خلص راح يوصل حد معين راح يتعبى ويصير المي تنزل من هذا، فمش راح يزيد الهايت بعد حد معين قد ما اضيف له مي. وهذا هذا راح يطلع لي في اوف تي مظبوط، الفوليوم اللي موجود في التانك. وبعدين هذا من هون راح اقسمه واحد على الاريا راح يعطيني اتش اوف تي، هذه وحدتها مترز وهي وحدتها عفوا كيوبيك مترز، واي هون وحدتها سكوير مترز. اوكي ماشي، هذا موديل بسيط للتكنولوجيا.